أيها الإخوة، الآيات القليلة التي تتحدث عن ذات الله أكمل موقف في تفسيرها التفويض، وقد يليه التأويل، يعني يد الله قدرته. توقفوا في هذا طريقة المفوضة، أو انفوه، هذه طريقة المؤولة، تفسير الوجه بالذات مثل تفسير اليد بالقدرة، وهكذا يفسرونها بغير تفسيرها. هل الذات والجسم يسمى وجه؟ بأي لغة هذا؟ الوجه وجه والذات ذات. هل اليد تسمى معناها القدرة؟ لا، اليد معروفة، اليد هي اليد التي يتصورها العقل ويراها الناس، وأما القدرة فهي أمر معنوي، اليد حسية ويراها الناس، وأما القدرة فهي أمر معنوي، أمر معنوي في المخلوق وفي الخالق سبحانه وتعالى. أما اليد فهي صفة ذات محسوسة، فرق بين هذا وهذا. نعم. وجاء ربك، جاء أمره، ويفسرون قوله تعالى وجاء ربك يعني أمره، ينزل ربنا إلى سماء، يقول ينزل أمره، ينزل أمره. طيب أمره يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، هل الأمر يقول كذا ولا الآمر وهو الله سبحانه وتعالى؟ هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الأمر يقول هالكلام هذا؟ نعم.